من تلفزيون لبنان نحييكم مباشرة على الهواء لليوم الخميس الواقع ب 29 أيدار مارس 2012. وجاءنا ما يلي من مكتب التحرير: مفاوضات سرية تجري بين المخرج بركات وسفيرتنا للنجوم الست فيروز، ومن المتوقع أن تقوم فيروز بدور البطولة بفيلم بركات الجديد سفر برليك. أيضا وأيضا وكما عودناكم على حصرية أخبارنا، رح تطلق قريبا السيدة فيروز أغنية وطنية جديدة بعنوان بحبك يا لبنان، ورح نسمعكم مقطع منها هاللي اكسكلوزيف. بس عليك يا وطن، بس عليك تابعونا بكل جديد عبر تلفزيون لبنان. بعتقد رح تضرب هالغنية يا شباب، هلا اسمعوا واحفظوها، هلا اسمعوا، هلا بحطوها على الاف ام.